المنتخب المغربي خاض امس مباراه بطوليه ضد نظيره الفرنسي في اطار الدور النصف النهائي لكاس العالم بقطر ورغم خسارته بهدفين لصفر وعدم تأهله للمباراه النهائيه لانه قدم مستوى رائعا يعكس صوره مشرفه ويدعو للاعتزاز بهذا ما يدعو للاعتزاز بهذا المنتخب الذي أبان خلال المباراة وطيلة مشواره في البطولة، أبان على روح وعزيمة قل نظيرها ويكفي أنه المنتخب العربي والإفريقي الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز التاريخي بوصوله إلى المربع الذهبي. في منافسات كاس العالم. الجمهور المغربي ومناصرو الاسود في كل مكان لم يتوانوا عن تشجيع ومسانده المنتخب وكانوا يطمحون للمزيد اي الوصول الى المباراه النهائيه ولما لا الظفر بالكاس لان عند هذه المرحله كل شيء وارد لكن المنتخب المغربي تمكن من تصدر الفرق العربيه والافريقيه بادراك الدور النصف النهائي وسيلعب الان امام المنتخب الكرواتي في مباراه تحديد المركز الثالث